تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. في الشرق الأوسط خصوصا الناطق باللغة العربية عندنا دائما المشكلة أنه نتهم بأن كفار ومشركون. إنجيل مرقس بيقولنا أنه أحد الكتبة تقدم من يسوع، دنا من يسوع وسأله أي أكبر الوصايا. بعرفش إذا انتبهتوا لهذا النص. أول شيء أحد الكتبة، منين طلعوا الكتبة؟ الكتبة أول واحد جاب كتبة هو سليمان. سليمان الملك كان عنده طبعا قصر كبير، علاقات دولية، إذا كان بحاجة لناس يكتبوا المراسلات في عدة لغات. قبل الطباعة. كيف؟ قبل الطباعة. قبل الطباعة. بعد دمار الهيكل والجلاء 586 قبل الحساب الميلادي بطل في إلهم وظيفة، بطل إلهم شغل في البلاط، لأنه بطل فيه بلاط، بطل فيه مملكة، فاتجهوا إلى الخط الديني، صاروا يفسروا الكتاب المقدس. هؤلاء هم الكتبة. أحد الكتبة يسأل يسوع: يا معلم، ما أعظم الوصايا؟ طبعا إحنا قاعدين هون زي أبو قاسم، بياع الخيار، لا إلي ولا علي. هل بتشكوا أنتوا في إشي؟ يعني لو حدا سألكم شو أعظم الوصايا، شو بتقولوا؟ المحبة. أكرم. لا. يعني عادة إحنا بنعرف الوصايا قديش عددها؟ عشرة. بدك تنقي بين الوصايا العشر. ولكن المسألة كانت معقدة أكثر من هيك بكثير عند اليهود. لأنه زيادة على الوصايا العشر كان عند اليهود من العهد القديم، خصوصا من أسفار التوراة الخمسة، وخصوصا من سفر الخروج، اللاويين، العدد، تثنية الاشتراع، ومن كتابات الحاخامات. احذروا أكم من وصية غير عن الوصايا العشر؟ 603 وصايا. إذا 603 زائد 10 قديش بيطلع؟ 613 وصية. السؤال إذا المحرج: أني واحدة من هال 613 وصية هي الكبرى؟ فزي ما تفضل هون الأخ، أو زي ما تفضل المسيح نفسه، المسيح لخص كل الوصايا العشر بالمحبة، واستشهد طبعا بسفر تثنية الاشتراع فصل 6 آية 4 أولا، اللي هي: أحبب الرب إلهك بكل قلبك. أحبب الرب إلهك، هاي أول ثلاث وصايا: أنا هو الرب إلهك، لا يكن لك إله غيري، لا تصنع لك صورة ولا تمثالا، احفظ يوم السبت اذكر يوم السبت لتقدسه. طبعا عندنا احنا كمسيحيين، مع انه في كنائس تحفظ السبت ولكن تحتفل بالاحد، جيراجي كيرياكي باليوناني، جيراجي بالارمني يعني يوم الرب، دومينيكا دياس باللاتيني يعني يوم الرب. ما تغيرتش الوصيه، المسيح غير اليوم بما انه يوم قيامته من بين الاموات. لا تصنع لك صورة ولا تمثالا، طبعا الكنيسة لا تعبد الصور والتماثيل، إذا أنا هو الرب إلهك، لا تحلف باسم الله باطلا، خصوصا هاي وردت في تثنية الاشتراع فصل 20 آية 7. إذا المحبة لله تلخص أني وصايا، أول أني وصايا؟ ثلاث وصايا. يسوع زاد عليها مباشرة المحبة للقريب، وأهفت لرعيخا كموخا، وقريبك أحببه كنفسك أو حبك لنفسك. هاي بتلخص السبع وصايا الثانية اللي بتبدأ بإيش؟ أكرم أباك وأمك.
معناه انه يسوع تجاهل واهمل كل التوصيات الثانية اللي هي كلها توصيات خارجية طقسية زي الختان، الوضوء، التمييز بين المأكولات، شو تحطه على المذبح وكيف يلبس الكاهن أو الحبر، كل هاي إذن المسيح تجاهل. لماذا زاد يسوع طوالي على أحبب الرب إلهك؟ شوفوا شو مكتوب في تثنية الاشتراع، هاي اللي كل يهودي متدين لازم يصليها مرتين في اليوم، شمع إسرائيل أدوناي إلهينو أدوناي أحد، ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. יא. اسمع يا اسرائيل ان الرب الهنا اله واحد. فاحبب الرب الهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك. ليش يسوع طوال زاد عليها والوصية الثانية التي تشبهها احبب قريبك حبك لنفسك؟ لانه حبنا للقريب يلخص السبع وصايا الثانية، هذا السبب الأول. ولكن أعتقد في سبب ثاني، شو هو؟ إنه الإنسان خصوصا في اليهودية المتشددة اللي احنا شايفينها قدامنا في عدة صور مش بس بصورة واحدة، بحجة بذريعة بتحججوا يعني بذريعة إنه أنا بحب الله، معنى أنا بدي أحكم غيري باسم الله، أقتل غيري باسم الله، أسلب غيري باسم الله، أسيطر على أرضه باسم الله. فيسوع بيقول زي ما راح يوضح لنا يوحنا الرسول الحبيب، إذا أنت ما بتحبش أخوك اللي بتشوفه فلن، مش ممكن تقنعني إنك تحب مين؟ الإله الذي لا تراه. أو خلينا نقولها بأسلوب آخر، أسلوب مسيحي آخر، يجب أن ترى الله في قريبك. لما أنت بتسيء معاملة قريبك أنت تسيء لله، وبتقدرش تقول إنك تعبد ربنا. هلأ وين مصيبتنا إحنا المسيحيين في الشرق زي ما قلنا مع اليهود مع غيرهم؟ يقول لك أنتوا بتعبدوا ثلاث آلهة. طب إحنا شو بنقول في قانون الإيمان؟ أؤمن بإله واحد. أؤمن بإله واحد معناه زي ما تفضل الأخ عيسى وكما شرحنا عدة مرات، مش غلط نذكر إنه أب ابن روح قدس مش واحد وابنه وصديق إلهم، بل هو الله وكلمته وروحه. في البدء كان الكلمة، يوحنا واحد واحد، و زي ما قلنا روح القدس. في غلطة عندنا دائما بنقول الروح القدس، هاي غلط من ناحية اللغة العربية. بتقدرش تقول الكتاب الولد، شو بتقول؟ هاي معلمة لغة عربية، كتاب الولد روح القدس. هيك بالآرامي روح هذه قدشة، هيك بالعبري روح هقودش، باليوناني ترجموها بنيفما آغيون. بنيفما آغيون شو الترجمة المضبوطة؟ الروح القدوس، أو لسه أفضل إذا بدنا نرجع للآرامي روح القدوس. من هو القدوس؟ الله، الله كلمته روحه، زي ما بنقرأ في سفر التكوين، اقرأ الكتاب من عنوانه، في البدء خلق الله السماوات والأرض وكان روح الله يرف على وجه المياه، هي روح القدس. وقال الله، هي الكلمة، كلمة الله أو ابن الله، ابن الله يعني كلمة الله. إذن يسوع ينبهنا إنه ما بتقدر تدعي إنك بتحب ربنا إذا بتقتل أولاده. هلأ شو الرابط؟ خلينا بس من ناحية اللغة العربية، عفوا اللغة العبرية والعهد القديم، خلينا نفرض انه ما فيش عندنا العهد الجديد للحظة. نرجع لنص سفر تثنية الاشتراع فصل 6 آية 4، بيقول
أنا هو الرب إلهك. لا اسمع يا إسرائيل، لاحظ أني بقول إسرائيل بقولش إسرائيل لأنه فيها يا فيش ألف بالعبري، فيش ألف إسرائيل، فيه يا إسرائيل. طيب اسمع يا إسرائيل أن الرب إلهنا إله واحد. هلا بالعبري أدوناي أحد، بالعربي منقولش أحد، نقول إله واحد أو الأحد. فأحبب الرب إلهك. طيب شو العلاقة بين الله واحد وأحبب؟ صح؟ العلاقة لا تبدو واضحة. مين بيعطينا زي ما بقولوا اللينك الرابط؟ القديس يوحنا الحبيب. قلنا الله محبة. بما أنه الله محبة فشو مطلوب منا؟ أنه نحب الله. بما أنه الله يحب الناس، إذا اللي بحب الله إيش كمان لازم؟ لازم يحب الناس، مع إنه الناس صعب نحبهم، مرات صعب نتحملهم. إذا ما معنى نحب الناس؟ مش الحب العاطفي، حب العاطفي هذا صعب، في ناس دمهم تقيل ويمكن إن إحنا منهم، في ناس ما بنطاقوش لا بسماء ولا بأرض، في ناس أغبياء. بعيد منكم ويمكن احنا منهم بس ما تجيبوا السيره. شو يعني احبب؟ هل مطلوب منا حب عاطفي ولا محبه وجدانيه؟ شو رايكم؟ محبه وجدانيه، يعني اطلب له الخير زي ما بقولوا باللبناني بالتلياني فولير بيني. فولير بيني يعني تريد الخير للانسان، حتى الانسان اللي دمه تقيل وفي كتار، حتى الإنسان اللئيم بعيد منكم، حتى عدوك تريد له الخير. باركوا لاعنيكم، لما أنت تريد له الخير أنت بتكون ارتحت ضميريا وبتكون أعطيت إيش؟ إشعاع. إيش أعطيت؟ إشعاع إيجابي بدل الإشعاع والذبذبات السلبية اللي بتدمر الناس وبتوصلهم حتى للموت. إذا الله واحد، الله محبة، إذا أحبب الله. ومش ممكن تحب الله إن لم تحب أخاك الذي تراه. هنا طبعا الفرق بين يسوع وبين غيره، إنه يسوع لما بقولنا أحبوا أعداءكم برضو مش المحبة العاطفية المطلوبة، المطلوب المحبة الوجدانية. حتى لو عدوي بده إلي الشر أنا بدي إله إيش؟ الخير. ولما أنا بدي لعدو الخير أنا بفيد نفسي كمان، بينما إذا بدي أنا لعدو الشر أنا بسم بدني، ومش أكيد إنه هذا الشر يوصل لمين. لما أنا بدي الخير لعدوي أنا بفيد نفسي صحيا نفسيا روحيا، لما بدي الشر لعدوي أنا بسمم نفسي أكيد، أنا بسم بدني أكيد، ومش أكيد إني أسمه ولا أزعله، ممكن أنا أزعل عليه وهو معوش خبر وكأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال زي ما بقولوا في عيني. عشان هيك حلو نعرف إنه ما هي العبقرية الإلهية في هالكلمتين أحب أعداءكم. المشكلة مع الأسف إحدى البدع الأمريكية في كلمة هيترد في القاموس تبع اللي بسموا حالهم شهود ياهو، إذا بتسمع عنهم كلمة هيترد شو بقول لك؟ يقول لك يحق لنا أن نكره أعداء الله. يقول لك في أماكن في العهد القديم بتقول معلش يحق لك أن تكره أعداء الله، حتى في محل في المزامير. طيب طب إحنا انتقلنا لوين؟ ضلينا بالعهد القديم؟ انتقلنا للعهد الجديد. العهد الجديد المسيح شو بقولنا؟ أحبوا أعداءكم حتى لما انتم بتفكروا انه اعدائكم هم اعداء الله. شوفوا قديش ذكاء المسيح، عبقريته الالهيه
مش بس قالنا، ما قالناش أحبوا أعداء الله، لأنه هاي ممكن نفهمها غلط. أحبوا أعداء الله معناه ممكن صفي أحبوا العداوة مع الله، معناه أحبوا الخطيئة، حتى ما نفهمهاش غلط. شو المسيح قالنا؟ أحبوا مين؟ أعداءكم أنتم. وليش أصر عليها؟ لأنه في الفكر اليهودي القديم والحديث، شوفوا المستوطنين وغيرهم، بقول لك أنا لو بس مني علي أنا مستعد أحبه، بس عشانه عدو الله بكره. شو يسوع بقول؟ أعداءكم أنتوا بسهولة ممكن تتحججوا زي هذاك الواحد، وإيش تقولوا؟ إنه أعداءكم أعداء مين؟ أعداء الله. أنا ما بديش أكرهه، بس هو عدو الله بدي أقتله. يسوع بقول لا، عدوك حبه حتى لما بتتوهم إنه عدو الله لأنه عدوك. يعني ما تعملش معادلة عدوي أنا إذن يساوي عدو مين؟ عدو الله. أنا بسامحه بس عشان خاطر الله بدي أقتله. شايفين الانحراف عند البشر؟ هذا الانحراف اللي بنجده عند المستوطنين وغيرهم. المسيح بيعطينا المصل ضده، أحبوا أعداءكم. وشكرا لإصغائكم.